اخر تول معانا ان شاء الله اللي هو الاي 3 بروبلم سولفنج ماب. الاي 3 بروبلم سولفنج ماب، عشان بس نفهم الموضوع، موضوع بسيط ما فيهوش حاجه صعبه يعني. الاي 3 دي عباره عن ورقه، احنا يا جماعه الورق اللي احنا بنستخدمه كله اللي هو المتعارف عليه اللي احنا بنصوره ده اسمه اي 4. في اي 4 واي 3 واي 2 واي 0. الورقه بتكبر لما الرقم يوصل للزيرو. المساحات بتاعتها موجوده اهي زي ما انتم شايفين، يعني مثلا الاي 4 بتاعتنا اللي احنا عارفينها اللي هي 21 سنتي في 29.7، يعني حوالي 30 سنتي، 21 في 30 سنتي تقريبا، دي الورقه بتاعتنا. الاي 3 عشان نتخيلها الحجم بتاعها 30 سنتي في 42، اكبر طبعا. هدف الكبر بتاعها ده ان احط فيها داتا اكتر شويه، لكن هم لما استخدموا التول بتاع البروبلم سولفنج ماب استخدموه على الاي 3 علشان تاخد مساحه ويكتبوا فيها كلام ظريف اللي احنا هنقوله دلوقتي. ايه بقى الكلام ده؟ اللي هو الاي 3 ثينكينج بروسيس، هو زي البي دي سي اي برضو او زي الفايف اس تولز. الاي 3 ثينكينج بيعتمد على الخطوات اللي احنا شايفينها، السبع خطوات دول: الباك جراوند، الكرنت كونديشن، التارجت او الاوبجكتيف، الاناليسيس، الكاونتر ميجر، بلان، فولو اب. زي ما انتم شايفين نفس الابروتش، كل الاهداف واحده بتصل الى ان انا عايز اعمل تحسين، لكن كل واحد بيتبع الطريقه بتاعته. الباك جراوند ممكن نتكلم على ايه؟ خلينا بس نوضح الكلام ده. الباك جراوند ممكن نتكلم على why do we need to work on this، ايه يعني احنا ايه المشكله في ايه، ايه الامبورتنس بتاعها، طيب ايه الكرنت سيتويشن الموجود، نعمل بقى ديفينيشن ونشوف المشكله فين بالظبط ونحدد المشكله بالديتا، وبعدين نبدا نشتغل ونحط اوبجكتيفز ازاي نحسن البروسيس ده، وبعدين نعمل روت كوز اناليسيس باي تولز احنا بنستخدمها زي الفيش بون وزي الفايف وايز وات ايفر، وبعدين بعمل حاجه اسمها كاونتر ميجر. كاونتر ميجر يا جماعه يعني اللي هو الاكشن بلان، بس هم يعني بدل ما يقولوا اكشن بلان، اكشن بلان قالوا كاونتر ميجر اللي هو الايه، الاكشن المضاد، انا هعمل ايه بقى ضد المشكله دي. فالكاونتر ميجر الا الاكشن بلان اللي انا هنفذها ومين هنفذها وابدا اتابعها. بعد الكاونتر ميجر بعمل حاجه اسمها امباكت، طبعا بتابع الريزلت اللي بتطلع وبعمل لها تريندنج وبشوف النظام ماشي ازاي علشان خاطر اتاكد ان الارقام جابت نتائج اللي هو بنسميه عندنا بايلوت تيست، وبعد كده اعمل فولو اب لو انا هبدا اعملها على وايد سكيل، فاعمل فولو اب للامبروفمنت اللي حصل جديد ده علشان اتاكد انه اصبح من الديلي يوزز او الناس بتستخدمها ديلي وثبت النظام القديم. في صوره ثانيه محطوطه بالنسبه لل اي 3 بروبلم سولفنج ماب اللي هي بتاعه جانيت براون، يعني هو نفس المثال. طبعا الصور موجوده كتيرة جدا في السوق عن هذه القضيه. دلوقتي عشان بس نلخص الاي 3 بروبلم سولفنج ماب، ان لازم اعرف ان انها بتتكون من باك جراوند وكرنت كونديشن، الجول او الاوبجكتيف ايه، بعد الجول نعمل اناليسس، وبعد كده الاناليسس طبعا بيتم بالروت كوز اناليسس، وبعد كده البوربوز ده مكتوب في كتاب جان براون، البوربوز اللي هو مكان البلان او مكان اللي هو الامباكت، بعد كده عندي بلان، وبعد كده عندي فولو اب. قلب الموضوع اني ابقى عارف ان كل الطرق بتتخذ نفس الاجراء او نفس الطريقه، بدرس فين المشكله، بدرس الموضوع، طيب ايه الاحسن اللي المفروض نعمله، حط خطه، واحد مسؤول، انفذ على نطاق صغير، بعدين اخد ارقام، كله تمام، انفذ على نطاق اوسع، اخد ارقام، وبعد كده احاول اسستين ذا جين او فولو اب او زي ما انت عايز. دي التولز اللي استخدمناها علشان نشتغل في اللين مانجمنت، وجزاهم الله خير اليابانيين يعني علمونا الكلام بالياباني. عموما هحط ملخص بسرعه كده للحاجات اللي احنا قلناها، يمكن تكون هي دي الخلاصه بالنسبه لكم بدل ما تسمعوا كل الوش ده. كان عندنا الفاليو ستريم مابنج احنا لسه كنا حكينا عليه من التولز بتاعت اللين مانجمنت، فكركم بيها بس. عندنا تول اللي هو الفايف اس تولز، وقلنا ان هو sort, store, chain, standardize and sustain. عندنا كمان الفيجوال مانجمنت، وقلنا التايبس بتاعها زي البيت بورد والبيشنت تراكنج سيستم والسيجن فلو بورد، الاستراتيجي ديبلويمنت بوردز والديلي هادل بيزكس. كمان اتكلمنا عن الجدوكا اللي كان احد اضلاع السيستم بتاع تويوتا. الجدوكا اللي هو عباره عن نندمج مع الماكينه وبالتالي نخليها ماكينه ذكيه بتفكر بفكر بني ادم. الجدوكا كانت بتتكون من الاندون والبوكايوك، الاندون اللي هو الانذار والبوكايوك بشيل منك الخطا انك انت ما تعرفش تعمل البروسيس اللي جاي الا لما تعمل الخطوه صح، او انك تحط الحاجه دي في المكان الصح.
اتكلمنا على الجاست ان تايم اللي عملوا برضه شركه تويوتا اليابانيين واشتغلوا فيها بقوه، اللي هو يقللوا الوقت بتاع البروسيسنج بانهم يشتغلوا بالبول سيستم، الكونتينوس فلو او الوان بيس فلو، التاك تايم والكانبان. واتكلمنا برضه في الاخر خالص على الاي 3 بروبلم سولفنج ماب، وقلنا الطريقه بتاعتها ايه وشغاله ازاي. دول ملخص سريع جدا للتولز بتاعه اللين مانجمنت. طبعا انا قلت الموضوع نص صفحه في جانب براون، لكن لما هتقابلوا الامتحانات هتلاقوا فيه حتى الالفاظ بتتكلم عن الحاجات دي، يبقى احنا عندنا فكره بس عن الحكايه دي. واتمنى ان شاء الله تكون المحاضره اللي انتوا فيها بالنسبه لكم، واشكركم لحسن استماعكم.